بعد انتهاء مهلة مدتها 3 ساعات، التحالف العربي يشن هجوما عنيفا على مدينة الحديدة اليمنية. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلن التحالف العربي في اليمن يوم السبت بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في مدينة الحديدة، وذكرت وسائل إعلام أن انفجارات كبيرة هزت وسط مدينة الحديدة. وصرح مراسل إرتي في اليمن بأن الحوثيون أعلنوا سقوط ضحايا مدنيين في غارة استهدفت مركزا صحيا في جزيرة كمران بالحديدة، وأشار إلى أن مقاتلات التحالف نفذت سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالحديدة. وفي وقت سابق أفادت قوات التحالف بمقتل 3 خبراء مختصين في تفجير الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف. كما كشفت القوات إحباط هجوم كان وشيكا على ناقلة للنفط، حيث تم تدمير 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز. وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن أنه أمهل جماعة أنصار الله اليمنية 3 ساعات لإخراج أسلحتها من مينائي الحديدة والصليف المطلين على البحر الأحمر ومطار صنعاء الدولي. في الأخير، إذا كنت من المهتمين بنوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.